طيب شيخ، بغيت أسألك يعني بعيد عن رمضان عن سر اللباس، هذه اللباس البريطاني، هل هو خاص بالموريتانيا ولا شمال أفريقيا يلبسون هذا اللبس، ولا خاص بنواكشوط؟ لا لا، اللباس كما تعلم عادات الناس تنطلق من بيئتهم، و ايه فأنت الآن لو سئلت عن هذا الثوب الذي تلبسه ما تاريخه ومتى بدأ، ايه ستجد أن الناس يختلفون في هذا، ولكل حكاية ايه وقصة سواء في البحرين أو في غيرها من البلدان. ايه ما شاء الله. بالنسبة لهذه الثياب عندنا هي الناس يسمونها الدراعة، ايوه، وأصلها اسمها أصلها بالعربية القباء، وهي في الأصل كانت تلبس في البلاد العربية من أجل أن تكون فراشا وغطاء ووسادا، ما شاء هي الله. كبيرة، ايه. فالإنسان يلبسها ويجعل منها شيئا يلتحف به، ايه. ويجعل منها شيئا يتوسده، وفي جيوب، وهي فراش، في جيوب كثيرة. لا، هي في الأصل جيب واحد، هذا جيب واحد، ها، لكن أنا بس طورتها من جديد وعملت جيبين هذه عشان الإعلام، ايوه. هذه فيها فتحات لإدخال الميكرو، ايوه ما شاء الله. لكن هي فيها اسراف كبير، وتشوف الرجل العادي يلبس 10 امتار او 9 امتار، ايه، وايضا سعرها كبير. فالان نحن نسعى لتصغيرها. ايوه، انت تشوف هذه اللي انا البسها الان صغيره ومغلقه من الجانبين، ايوه، بينما في الاصل هي الدراعه مفتوحه من الجانبين. أيوة.